هذه المعركة أمريكية لو إسرائيلية، من يدير هذه المعركة؟ هذه المعركة تديرها الولايات المتحدة الأمريكية، والإسرائيلي مجرد أداة للتنفيذ. والمشكلة أنه لدينا حتى في المنطقة العربية يعني ضباب بموضوع المفاهيم. البعض يعرف أنه اللوب الصهيوني يتحكم في الانتخابات الأمريكية، نعم، ولكن من يتحكم بالصهيونية العالمية هي الصهيونية المسيحية وليست الصهيونية اليهودية. الصهيونية المسيحية والإنجليكانيين هم هؤلاء الدولة العميقة التي تدير الولايات المتحدة، وهم في عقائدهم عندما تجمع اليهود بين النيل والفرات يظهر السيد المسيح حتى يقضي على هؤلاء. هم بنفس الوقت يريدون القضاء على اليهود، ولكن في هذا الوقت يريدون أن ينفذوا بهم مشروعهم. فبالتالي الكيان الصهيوني أداة، وشهدنا أنه لا يستطيع أن يقاتل لولا التسليح والدعم والتكنولوجيا والمعلومات. الكثير من المحللين السياسيين قالوا أن الأمريكا والولايات المتحدة لا تريد أن تجر نفسها إلى حرب مفتوحة، لكن نتنياهو يفعل العكس تماما، فمن يريد أن يورط من؟ يعني توجد وجهتان نظر في هذا الموضوع. الموضوع الأول أن الولايات المتحدة خصوصا في فترة الانتخابات لا تريد الدخول بحرب شاملة، لأنها تعتبرها حرب استنزاف لها، وبنفس الوقت أنه تهدد بارتفاع أسعار النفط. بمجرد الضربة الإيرانية قفز النفط 5%، وصل إلى 75.40 سنت، ارتفع غالون البنزين في الولايات المتحدة 15%. بالتالي هذا يسقط الرئيس الأمريكي، لأن المواطن الأمريكي يصوت لجيوبه لمصلحته. والأمر الآخر، الولايات المتحدة تدفع للتصعيد بأوكرانيا وروسيا، أن القتلى من الطرفين ليسوا أمريكا، ولكن إذا دخل الكيان الصهيوني باشتباك مباشر قد تضطر أن تدخل هي مباشرة لمساعدته، وبالتالي تتوقع هذا السيناريو؟ طبعا هذا الأمر حتمي إذا وقع الكيان الصهيوني في مأزق، وكلما يكون في مأزق الولايات المتحدة تنقذه. فإذا تدخلت الولايات المتحدة وسقط جنود أمريكان في فترة الحرب أيضا سيؤثر على الانتخابات بالنسبة لرئيس الأمريكي. هذه وجهة نظر، ولكن وجهة النظر الأخرى تقول بأن هناك مشروع كبير هو شرق أوسط جديد، ما تحدث عنه نتنياهو، وأنه الكيان الصهيوني يستحوذ على الساحل البحر المتوسط وحقول الغاز، كي يتم قطع الغاز الروسي بشكل نهائي، وجعل الكيان الصهيوني بوابة المنطقة لتصدير الطاقة بالاشتراك مع بعض الدول العربية المطبعة، ومن يستورد السلع والبضائع لهذه الدول، ثم تتفاغ الولايات المتحدة للصراعات الأكبر. واللاعب الروسي راح يسكت عن هذا الموضوع؟ يعني هذه توازنات قوى، وأنا أتوقع أنه الحرب الشاملة تبدأ في منطقتنا وتنتهي في الباسفيك في المحيط الهادئ.